ويسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من دولة الكويت الشقيقة الإعلامي الدكتور بركات لوقيان. أهلا بك دكتور في نشرة الثالثة. كيف تابعتم ما جاء في بيان قمة البحرين وأيضا إعلان البحرين من ثوابت ترسم ملامح مشهد العمل العربي في المستقبل؟ السلام عليكم في البداية، وأنا سعيد جدا أولا بهذا الاتصال، وسعيد جدا بما تخطوه مملكة البحرين في كل ما من شأنه الترابط العربي العربي. وفي البداية حقيقة أود أن أبارك لمملكة البحرين ملكا وولي عهدا وشعبا على نجاح القمة العربية 33، والتي شهدت ما شاء الله حضور كثيف جدا في وزراء الخارجية، ومنطلقا من حضور وزراء الخارجية للاجتماع التحضيري من 22 وزير خارجية حضروا 21 وزير، فهذا دليل على الاهتمام ودليل على التنظيم ودليل على الاستعداد الكبير اللي قامت فيه مملكة البحرين. فلذلك شكر بحجم السماء لكل شباب البحرين الذين ساهموا في هذا التنظيم، لوسائل الإعلام البحرينية لهذا الترحاب والضيافة الجميلة التي رأيناها من خلال تواجدنا في والمشاركة في تغطية أحداث القمة العربية 33. أما ما يخص طبعا البيان الختامي وما يخص المبادرات الرائعة التي تقدم بها جلالة الملك، وأيضا التي ستساهم بإذن الله في صون الكرامة وصون الحق الإنساني لإخواننا الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وإخواننا في غزة. الحقيقة إقامة مؤتمر دولي بهذا الحجم للسلام في الشرق الأوسط، وهي أحد بنود البيان الختامي والمبادرات التي قام بها جلالة الملك عسى الله يحفظه إن شاء الله، وأيضا سمو ولي العهد الله يحفظهم كلهم. أمانة اليوم هذا دليل على أنه يجب أن يكون هناك خطوات عملية ثابتة برعاية الأمم المتحدة، برعاية أعلى المنظمات وأعلى الكيانات الدولية اليوم لحفظ وصون كرامة الإخوان الفلسطينيين، وأيضا لإيجاد جو من السلام المناسب الذي يحفظ إنسانية وكرامة الإنسان في جميع الدول العربية وجميع الصراعات أيضا. أما بما يخص توفير الخدمات التعليمية وأيضا الصحية للمتأثرين من الصراعات وعلى رأسهم أخوان الفلسطينيين والأطفال غزة، اليوم كما ذكر معالي الوزير وزير التربية قبل لا أدخل على هذا اللقاء، يجب فعلا اليوم لا ينعكس هذا الأمر بشكل سلبي وخطير جدا على الأطفال. تخيل أخي الكريم، اليوم طفل يخلق لا تعليم لا صحة لا مستقبل. المستقبل هو العلم، اليوم في العلم تبنى الدول وتبنى المجتمعات. فتخيل أن هؤلاء الأطفال اليوم لا يوجد لهم من 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 ينور مستقبلهم بالعلم، فكيف يكون هذا المستقبل؟ فمبادرة جلالة الملك هي مبادرة رائعة جدا، وتنم عن الإحساس بالمسؤولية التي تقع على قادة الخليج وعلى كل من شارك في هذه القمة، وهذا شيء يحسب أيضا للقمة 33 التي أقيمت في مملكة البحرين، ومبادرة رائعة من جلالة الملك. الحقيقة أيضا يعني تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، اليوم العالم متقدم بشكل كبير جدا، والعالم اليوم يعني متجه اتجاه رائع في هذا الأمر، فلماذا لا يكون هذا التطوير والتعاون العربي في هذا المجال أيضا لرفعة الشعوب وتقدمها وازدهارها؟ وهذا كل اليوم أتى وتمخض في هذه الاجتماعات التي كانت في القمة. والحقيقة رأيت على وجوه الإعلاميين والاقتصاديين والتعليميين اليوم والتربويين اليوم تفاؤل كبير جدا من هذه المبادرات التي قام بها جلالة الملك في البيان الختامي وأعلنوا عنها وتم الاتفاق عليها من خلال إن شاء الله. وأيضا أبارك لمملكة البحرين في انطلاق اللجنة التي ستتابع، وهذه خطوة عملية ورائعة جدا لمجلس الوزراء، وتحسب أيضا لسمو ولي العهد عسى الله يحفظه رئيس مجلس الوزراء الذي شكل لجنة لمتابعة ما جاء في بيان القمة وخصوصا في تطبيق هذه المبادرات. أهنيكم على المتابعة، لأنه في كل عمل أخي الكريم
إن لم يكن هناك متابعة، أي نعم تصدر القرارات ولكن لم تتابع هذه القرارات وتسعى لتحقيقها لن يكون لها وجود. فشكرا لكل هذه الجهود وأتمنى لكم التوفيق. بكل تأكيد شكرا لك من الكويت الإعلامي الدكتور بركات الوقيان، شكرا على هذه المداخلة.